البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، والراجح الانقطاع، وقد صححها بعض أهل العلم كما تقدم، بحجة أن علي بن أبي طلحة أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وليس في ذلك مستند، إنما قاله بعض الحفاظ المتأخرين، ولم نجد رواية في التفسير عن علي بن أبي طلحة عن مجاهد وعن عكرمة في مثل هذه التفاسير التي رواها عن ابن عباس. قال: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: ووجل القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير، إسناده صحيح. تقدم معنا فائدة من كلام ابن القيم في بيان معنى الوجل، وهو من أنواع الخوف. من يذكر ماذا قال في تمييز الوجل من أنواع الخوف؟ ما أحد يذكر كلام ابن القيم. فسره بأن الخوف الذي يهجم على الإنسان سمى وجل. قال: إنا منكم وجلون. الوجل هو الخوف الهاجم، فالخشية خوف ماذا؟ الخشية. عندك أخ عامر؟ مع العلم، خوف مع علم وتعظيم. والرهبة؟ عندك أخ ياسر؟ خوف مع الهرب، إياي فارهبون. كلها يجمع الخوف، ولكن لها بعض التفاصيل في المعاني أو الاختلاف في شيء من المعاني. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بالمعصية فيقال اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. وقوله: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته،
وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. رواه ابن سعد وإسناده صحيح. رواه ابن سعد وعبد الله بن أحمد في السنة وابن أبي شيبة والآجري من طريق حماد عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد بن عمير عن أبيه عن جده. قال وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. الرواية عن مجاهد يزيد بن أبي زياد الهاشمي في إضافة. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. قوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال المصنف رحمه الله وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشارح رحمه الله قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد عزاه إلى جمهور السلف والخلف، أي أن العطف في قوله ومن اتبعك عطف على النبي، فالله حسب النبي وحسب أتباعه من المؤمنين. ومن الخطأ الكبير أن يجعل ومن اتبعك عطف على الله، هذا خطأ كبير. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، فهو معطوف على النبي. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده. ما معنى حسبك؟ حسبك الله، ما معنى الحسب؟ أي الله كافيك. فإن الحسب والكفاية من لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده
كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى ما نقول من زاد المعاد. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. أما هذا الحديث تقدم معنا بالأبواب المتقدمة، من تعلق شيئا وكل إليه، من يذكره؟ ذاك أحمد عن عبد الله بن عكيم، وفيه ضعف ولكن هو بمعنى حديث من تعلق تميمة فقد أشرك، أو من علق تميمة فقد أشرك. أما هذا الحديث الثاني عقبة بن عامر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.